بسنة 2005 وبرأس مال تقريبا 700 دولار قدرت حقق حلمي واللي هو مشروعي الكبير لجينيس ماب. هذا المشروع اللي أنا كان عندي حلم كتير كبير إنه أوصل له، لأنه أنا قبل 2005 كنت أستاذ رياضيات وكان راتبي ما يتعدى ال 500 دولار، بتذكر 430 470 دولار كان راتبي قبل هيدي الفترة. طلبت من المدرسة إنه أطور بالرياضيات، فتواصلنا مع عدة مؤسسات وإذا تعرفنا على مؤسسة بتعلم الحساب الذهني قدمته للمدرسة فرفضته، والفشل كان مرفوض بالنسبة لي، ممنوع إنه أنا أفشل. بتذكر أول مكتب فتحته كلفني أجاره 300 دولار، كمبيوتر مستعمل جبته من الكونسيرج يعني هي بتذكر بخمسين ألف ليرة، جبنا انترنت بعشرين ألف ثلاثين ألف، سكرتير قلت لها أول شهرين ثلاثة أنا ما أعطيك معاش بس لنقلع. تواصلنا مع المؤسسة المعنية وحطوا علي شروط أنه أو أدفع مصاري أو أنه تسجل ألف تلميذ بأول سنة. خلال أشهر بسيطة أنا كنت بحقق الألف تلميذ، لما شافوني أنه كتير أنا قوي حطوا علي شروط زيادة. هون أنا خلاني أوقف بيني وبين حالي وقول أنا لأ ما بقبل هيدا الشيء. اللي أنا عملته من سنة 2007 لحد اليوم حاولت أنه ما أمشي على الطريق اللي ماشي عليه العالم. كتير من المحلات قول أنا بقبل هون وما بقبل هون. من لديه الرغبة المشتعلة في تحقيق النجاح لن يستطيع أحد إيقافك.